أسعد الله مساءكم متابعي قناة استثمر عقلك. يوم أمس لما صار تسريبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية شفنا صعود بالبيتكوين، لكن اليوم لما صدر القرار شفنا هبوط في البيتكوين، كانت ردة الفعل بشكل عكسي، مع أنه القرار ما كان أبدا سلبي. راح نشوف شو هو القرار بايدن يلي طلع بشأن العملات الرقمية، وراح نشوف شو هي الحركة القادمة للبيتكوين بحسب توقعي. إذا أنت أول مرة بتشوفني بتمنى منك تشترك بالقناة، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. يوم أمس أصدقاء لما عملنا فيديو عن البيتكوين كان البيتكوين بهالمنطقة تقريبا بمناطق 42,000. خبرنا الشباب أنه منطقة 42,000 غير مناسبة للدخول، هذا بحسب بيانات يلي كانت عنا بالعقود الآجلة. كان عنا نسبة جدا كبيرة عقود سكرت عند مناطق 42، هذا يلي سبب ضغط بالسوق وسبب هبوط. خبرتكم بالفيديو انه منطقة 39 لل 38 هي المنطقة المناسبة، فيديو يوم امس لما كنا بهالمناطق. خلينا نشوف بيان بايدن بشأن العملات الرقمية. طبعا بايدن بهالبيان دعا المؤسسات انه تنظر باهتمام للعملة الرقمية وتدرسها وتفهم شو هي. كتير بالاونة الاخيرة طلعوا كتير مسؤولين امريكان من خلال حديثهم ما عندهم تعمق بفكرة العملات الرقمية، شو ماهية العملات الرقمية ما عندهم فكرة. دعا المؤسسات انه تنظر باهتمام اكتر وتعمل بحثة اكتر عن العملات الرقمية. ما كان التوجه سلبي او ايجابي، لكن بالتأكيد بالبيان هذا ما في شيء سلبي. دعا المؤسسات لحماية المستثمر ودراسة ماهية العملة الرقمية، ودعا للتأكد انه العملة الرقمية لا تستعمل بشكل غير شرعي. امر ايجابي بنظري انه اول بيان رئاسي من بايدن بخصوص العملات الرقمية، اول بيان رئاسي من حكومة أمريكية بخصوص العملات الرقمية، وهذا دليل على أهميتها وانتشارها الكبير. حاليا الخطوة القادمة للبيتكوين بحسب البيانات اللي عنا هي صعودية، ممكن نستهدف مناطق 40,000 مرة تانية، وبعدها نعيد اختبار المستطيل اللي هون 44,000 لل 45,000. لكن ركز على نقطة، هذا ما بيمنع انه نهبط لمستويات 37، يعني الارتداد رح يكون اما من مناطق 38.5 او من مناطق 37. انا كوجهة نظري ما بتوقع السعر ينزل تحت 37 خلال اليوم او اليومين القادمة، لكن اذا صار في مفاجآت بالسوق والله اعلم اصدقاء راح نكون جاهزين لكل شيء. لكن بحسب البيانات من وجهة نظري اخر مناطق لهالموج الهابطة هي مناطق 37,000، ومع العلم في احتمال السوق يعمل ارتدادة من المنطقة الحالية. جدا اوامر البيع كبيرة بهالمربع، هذا المربع اللي يمتد من 44,500 لمناطق 45,000. مع العلم لما بنوصل لهالمربع لازم تفكر بسحب ارباحك، جزء كبير من ارباحك لازم تفكر بسحبه عند هالمربع. هيك وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ينال اعجابكم، الى اللقاء بفيديو جديد ان شاء الله.